مشاهدينا الكرام سوف ننقلكم لكم البث المباشر لمباراه برشلونه ضد أتلتيكو بيلباو في الجوله العاشره من الدوري الاسباني لكن قبل مشاهده المباراه لا تنسوا دعمنا بالشراء بقناه فهذا كثيرا وشكرا لكم ملعب المصطفى للمباراه ملعب لويس كومبانيس ببرشلونه توقيت المباراه سوف يكون في الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعه 9 بتوقيت القاهره والساعه 10 ليلا بتوقيت قطر والسعودي والامارات اما القنوات الناقلة المباراه قناه بي ان سبورت ثلاثه هو بي ان سبورت وحيدة الناقل الحصري المباراه تجدون البث في صندوق الوصف بجودة ال بدون تقطيع نتمنى لكم فرجه لا تنسوا دعمنا به وشراء بقناه وتفعيل خاصة تزرع كل اللي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القويه والمقبره ونضرب لكم موعد في موعد قادم